فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن الله سبحانه حينما أهبط الخليفة في الأرض هو وزوجه زودهما بمنهج، هذا المنهج سماه الهدى، فمن اتبع هذا الهدى فلا خوف عليه ولا حزن يطرأ عليه أبدا. ونلاحظ أن ذلك ليس زمينا بزمن، بل عدم الخوف وعدم الحزن على إطلاقه، أي أن ذلك سيكون في الدنيا ويكون في الآخرة. ولكنه حينما تكلم سبحانه عن المقابل لمن تبع هدى الله وهم الذين كفروا، قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن فقد تكلم عن مصيرهم الأخروي وترك أمر دنياهم، لماذا؟ لأنهم في ظاهر الأمر يعيشون عيشة ظاهرها الترف والسعادة والارتقاء والحضارة والمدنية، لأننا قلنا أنهم قد يحسنون استغلال أسباب الله، والله سبحانه وتعالى كما قلنا تجلى بربوبيته على جميع خلقه مؤمنا كان ذلك الخلق أو كافرا، فمن أحسن تناول أسباب الله أعطاه الله خير هذه الأسباب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. إذن فالحق سبحانه وتعالى كلمته في قوله لا يضيع أجر من أحسن عملا شاملة للدنيا وشاملة للآخرة وشاملة للصنفين من المؤمنين ومن الكافرين، فمن أحزن الأخذ بالأسباب أعطاه الله خير هذه الأسباب، ومن لم يحسن استخدامها لا يعطيه الله خيرها وسيظل متقلفا وسيظل تبيعا. والذي يأخذ منهج الله يأخذه بأنه يحرضه أولا على الأخذ بالأسباب حتى لا يدع أسباب الله ينتفع بها عدو الله. أنا أترك أسباب الله التي مدت به يده إلى خلقه ليأخذها منا الكفار؟ لا، كان يجب علينا من يعبد الله أولى بسره في الوجود، الذي يعبد الله كان أولى بسر الله في الوجود. إذن فالذين يغفلون هذه الأسباب نقول لهم أنتم قصرتم في حق دنياكم، وربما تعدى ذلك التقصير إلى مسائل تتطلبها أخراكم، لأن من الجائز أن يأخذ الكافر أسباب الدنيا ويرتقي فيها ارتقاء يستزلكم به وتصبحون تبيعا له، فإن كنتم لم تحسنوا أخذ الأسباب لتكونوا مثله أو فوقه فلا أقل من أن تكونوا مستزلين لما يصير إليه، لأن الذي يحاول أن يتنعم بما لم تنتجه يده فرض على نفسه التبعية. كل واحد يريد أن يتنعم بما لم تنتجه يده يبقى فرض على نفسه التبعية وفرض على نفسه الاستزلال، ولذلك تجدهم يريدون أسواقا لكل منتجاتهم الحضارية، لأنهم من الخير لهم أن يستعبدون بالعادة في الحضارة التي لم نغرسها نحن. ولو أن كل واحد اقتصر كما يقال ومد رجليه على قدر لحافه كان من الممكن بعد ذلك أن يجتهد ليكون له أمر ذاتي لا تبعية فيه لإيه؟ لا تبعية فيه لإيه؟ لأحد. والاستعمارات التي كانت قديما بجندي أو عسكر يقيم في البلد المحتل أصبحت زي ما بيقولوا موضة قديمة، ما عادش الكلام ده، ده عادة استعمار نفوس، استعمار عادات، استعمار حياة مترفة يعودونك عليها حتى لا تستطيع أن تعيش بدونها. والطموح بغير حركة تلصص، عايز تطمح كده بغير ما تتحرك في الحياة يبقى ده ايه؟ تلصص، بتتلصص انت.
زي اللي قاعد يعني يكون دمه من عرق سواه. نقول له لا، خلي دمك انت من عرقك انت، ولا تخليش الكافر يقعد ياخد سر اسرار الدنيا. ثم انت ما انتش جديد على الكون، انت ما انتش طارئ. الاسلام لم ياتي الان فقط، الاسلام جاء من 14 قرن، وظلت امته هي الامه الاولى في العالم ثقافه ومدنيه وحضاره، وكل الحضاره التي اخذوها اخذوها بمعابرنا نحن، وبعملنا نحن، وبجراثيمنا الحضاريه نحن. مش الاسلام جه ما جربش، لا، جاء وجرب، ولكنهم يريدون ان نظل تابعين لهم. مش تابعين بقى بعسكري يجي يقف، لا، باناس منك بنفسك انت، ياخدوك كده الى مسائلهم اخذا، بحيث لا تستطيع ان تتحلل من ايه. انقبضوا عنك بقى مجيء تلفزيون، ولا قبضوا عنك مترفات الحياه، يا سلام، تبقى مصيبه.